أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمرير قانون الموازنة للعام الحالي يحتاج إلى توافق سياسي، مقرر اللجنة أحمد الصفار قال لوكالة الأنباء العراقية أن اللجنة ستحدد المقترحات التي ترى ضرورة تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الأنفاق، كما ستقوم بتخفيض بعض بنود الموازنة وزيادة في بنود أخرى حسب الحاجة إليها، وبشأن الاستقطاعات في الرواتب أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ماجد ان اللجنه والبرلمان بصوره عامه يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيره لرواتب الموظفين لافته الى ان الاستقطاعات في الموازنه جاءت بعنوان قانون ضريبه الدخل